عجب فيه كل حاجة، عجبني من أول ما قريته وأنا شدني الفيلم وشدني السيناريو وشدني الكاست اللي في الفيلم والإخراج والكرو وكل حاجة حقيقة. يعني كان بالنسبة لي فيلم متكامل يعني، واستصعبت جدا الدور لأنه أصعبت الدور يعني، هو أصعب بالنسبة لي، هو أصعب شخصية في الفيلم وأكتر شخصية أنا يعني كانت مختلفة عني وصعبة عليا، وده اللي شدني ليها. فشخصية الشيخ طه دي شخصية يعني، يمكن هو مش شيخ بالمعنى التقليدي والحرفي، الناس هتشوف ده في الفيلم، ولكن هي شخصية صعبة جدا جدا يعني. إيه لا هنشوف اللي مش عايز احرقه، انت عارفه انا ببقى قلق من الحرق. اكيد اكيد كل مشاهد صعبه، كل مشاهد الفيلم ده بالنسبه لي كانت صعبه، لان هو الشخصيه ما بتظهرش كتير، على قد ما كل ما بتظهر بيترتب عليها كل اللي هيحصل. فبتظهر مثلا تعمل مشهد مهم يترتب عليه اربع خمس مشاهد، بنت تطلع تاني تعمل مشهد مهم ويترتب عليه خمس اربع خمس مشاهد، فدي كانت صعوبتها يعني.